حديث شريف عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. الإنسان أحيانا من أين يؤخذ إذا كان مستقيما على أمر الله؟ أين تزل قدمه؟ من أين يؤخذ؟ كيف ينتكس؟ كيف يحجب عن الله؟ كيف يتقهقر؟ كيف يتراجع؟ كيف يفقد اتجاهه إلى الله في صلاته؟ كيف يفقد إقباله على الله؟ كيف يشعر أن عبادته تافهة لا معنى لها؟ حينما تدخل في حياته امرأة بطريق غير مشروع، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع. فالإنسان قد يزني بعينه، وقد يزني بلسانه، وقد يزني بأذنه، وقد يزني بيده. فهذه المخالفات هي حجاب بين العبد وربه. بل لو سألنا إنسانا سؤالا آخر، ما هي المزالق الخطيرة في طريق الإيمان؟ يعني أغلب الظن أن عامة المسلمين لا يشربون الخمر ولا يسرقون ولا يقتلون. هذه الكبائر التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وفي سنة النبي العظيم، هذه الكبائر يبتعد عنها معظم المسلمين. ولكن هذا المسلم من أين يؤتى؟ كيف ينتكس؟ كيف تصبح صلاته جوفاء؟ كيف يصبح صيامه لا معنى له؟ يؤتى من بابين كبيرين، من باب النساء ومن باب كسب المال. لو تتبعت المعاصي وتكرارها واتساع رقعتها في ساحة النفس الإنسانية لوجدت أن أكبر مساحة يشغلها حب المال وحب النساء. لذلك أكبر مزالق الإنسان من جهة المال ومن جهة النساء. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يجعل المرأة أكبر خطر على الإنسان. المرأة بمعنى أن تعصي الله بها. أية شهوة أودعها الله في الإنسان جعل لها طريقا مشروعا، جعل لها قناة نظيفة. لكن إذا اعتدى، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي معتدون. عدوان أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، عدوان أن تدير معها حديثا، عدوان أن تتلطف في محادثتها. هذا الذي يقطع عن الله عز وجل. فحينما تقع عينك على امرأة لا يحل لك أن تنظر إليها وتستمرئ هذه النظرة، هنا بدأ الحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تعليمات الصانع، ما من جهة مؤهلة أن تقدم لك التعليمات الصحيحة إلا الصانع، بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الحق من ربك، أي التعليمات النافعة لهذه الآلة من الصانع، الحق من ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله خالقنا العظيم ليبين لنا تعليمات التشغيل لهذه الآلة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أيام نظرة الإنسان إذا لم يغض بصره
كانت النظرة سبيلا إلى أكبر معصية. لذلك ربنا عز وجل في بعض الآيات يقول وتلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آيات أخرى وتلك حدود الله فلا تعتدوها. لماذا مرة فلا تقربوها ومرة فلا تعتدوها؟ هناك نوع من المعاصي فيها جذب، فيها جذب، فكل معصية تجذبك إليها بدافع من شهوة أودعها الله في الإنسان، هذه المعصية يجب أن تدع بينك وبينها هامش أمان. لا بد من أن تدع بينك وبينها هامش أمان حتى تنجو منها. لذلك جاءت الآية وتلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تيار فيه 6000 فولت. هذا التيار حول ساحة مغناطيسية عرضها 6 أمتار، فأي إنسان دخل إلى هذه الساحة جذبه هذا التيار وأحرقه. فأنت إذا علمت أن هذا التيار خطر وأن حوله ساحة مغناطيسية لا تدخل إلى هذه الساحة، لأنك إذا دخلتها جذبتك هذه الساحة إلى التيار فاحترق الإنسان. معصية النساء من هذا النوع تحتاج إلى هامش أمان، طريق موبوء لا تمشي فيه، صديق مغرم بالزنا لا تصاحبه ولا تجلس معه ولا تستمع إليه، قصة ماجنة لا تقرأها، شيء لقاء مختلط لا تأتيه، هذا هو هامش الأمان. لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، يعني يجب أن تدع بينك وبين الزنا هامش أمان، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء من دون سلام سيدي. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، يعني دع في ذهنك أن المرأة لغم، طبعا المرأة في الحرام لغم متفجر، ربما أطاح بدينك، ربما أطاح بصلاتك، ربما أطاح بوجهتك إلى الله عز وجل، ربما أطاح بقربك من الله عز وجل. يعني أنت إذا ذقت طعم القرب، هي المشكلة هنا، إذا ذاق المؤمن طعم القرب حافظ على هذه الصلة مهما بلغ الثمن. أما إذا المؤمن ما ذاق طعم القرب، ما ذاق هذا الطعم، يرى أن أوامر الدين عبئا عليه، يرى أن الدين ثقيل، يرى أن الدين حرمان، لكنه إذا ذاق طعم القرب من الله عز وجل من أجل الحفاظ على هذا القرب يضحي بكل غال ورخيص ونفس ونفيس، من أجل الحفاظ على هذا القرب يضحي عندئذ المؤمن بكل غال ورخيص ونفس ونفيس. يعني أحيانا الإنسان يوضع في موقف حرج، يعني هذا الموقف يقتضي أن يصافح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أصافح النساء. أيهما أغلى عليك، اتصالك بالله أم أن تنجو من انتقاد بعض المنتقدين؟ أتخشون الناس؟ والله أحق أن تخشوه. القضية قضية موازنة. كلمة الله أكبر تعني يعني إذا رأيت أن الله أكبر من كل شيء، من كل إنسان، من كل هدف، من كل غاية، عندئذ تنضبط على أمر الله. حديث يدعو إلى الوقوف والتأني، ما تركت بعدي فتنة، يعني ربنا عز وجل ماذا قال عن المسلمين في آخر الزمان؟ قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لماذا أضاعوا الصلاة؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. لماذا اتبعوا الشهوات؟ لأنهم أضاعوا الصلاة. يعني هناك علاقة ترابطية، تارة تكون إضاعة الصلاة سبباً لاتباع الشهوات، وتارة يكون اتباع الشهوات سبباً لإضاعة الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول فسوف يلقون غيا، يعني حينما يتبعون الشهوات
يضيعون الصلاة، وحينما يضيعون الصلاة يتبعون الشهوات. هذا كلام الخالق، أي قوانين حتمية الحدوث. فسوف يلقون غية، اتباع للشهوات، إضاعة للصلاة، تحمل البغي والعدوان والغي والضلال. يعني أحيانا منفوت لمحطة وقود في مكان لإعلان، هالإعلان يكتب به كلمات كثيرة، لو فرضنا كتب في هذا الإعلان يرجى أن تقف بالدور، ممكن لو كتب بهذا الإعلان يرجى المحافظة على نظافة هذه المحطة، كمان إعلان مقبول. لكن هذا الإعلان ليس خطيرا، أما إذا كتب على هذا الإعلان ممنوع التدخين، التدخين شيء مصيري قد يحرق المحطة كلها، فهذا إعلان من نوع خاص. قد نكتب مكان هذا الإعلان 1000 إعلان كلها لا تقدم ولا تؤخر، ولكن إذا كتبنا في هذا الإعلان ممنوع التدخين فإن هذا الإعلان متعلق بمصير هذه المحطة. وربنا عز وجل في القرآن حينما يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا أمر يقدم ويؤخر، أمر مصيري، أمر يتعلق بإقبالك على الله، إما أن تقبل إذا طبقته وإما أن تنقطع إذا خالفته. فكل أمر في القرآن وكل نهي في القرآن أمر ونهي مصيريان، يعني يحددان مصير علاقتك بالله عز وجل. لأنه الآية الكريمة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، يعني أنت لك خيار بالمباحات بين هذا البيت وهذا البيت، هذه الفتاة وهذه الفتاة، تخطب هذه أو تلك، بين أن تعمل بهذه الوزارة أو بهذه الوزارة، بين أن تكون موظف أو تاجر، بين أن تمضي أسبوعا في هذا المصيف أو في هذا المصيف، هذا الخيار. لكنك إذا عرفت الله عز وجل ليس لك خيار فيما أعطى الله فيه حكما، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الآن بعض أنواع اللباقة والذوق الاجتماعي، ترحب بالمرأة، أن ترحب بامرأة، أن تستقبلها في البيت ولو أن الزوجة غائبة، يعني لباقة، هذه أخت زوجتي، هذه بنت عمي، هذه بنت خالتي، معقول أن أردها مثلا؟ هي اللباقة والذوق الرفيع في معاملة النساء هذا قد ينتهي بالإنسان إلى القطيعة عن الله عز وجل، يعني هي مجاملة يروج لها إبليس. لكن المؤمن وقاف عند حدود الله، الحلال حلال، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت. فإذا المؤمن حب يحافظ على هذه الصلة بينه وبين الله فليحفظ حدود الله. يعني إذا هان الله على الناس هان الناس على الله، يقول لك أخي الماء قليل والأسعار مرتفعة وفي ضائقة أحيانا، هذا كلام يترجمه القول الشهير هان الله عليهم فهانوا على الله، يعني هؤلاء لا يبالون أحيانا أن هذا الأمر في أمر، في نهي، يجوز لا يجوز، حرام حلال، مسموح غير مسموح، في معصية ما في معصية، بيقول لك حط الخرج من هون ليوم الله بفرجها الله، هيك كلام بده هيك معاملة. قال له يا رسول الله عظني وأوجز لا تطول علي. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، بدوي. قال له عظني وأوجز. وفي قول آخر قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك، فقال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. فقال هذا الأعرابي أريد أخف من ذلك، هي تقيلة تقيلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذن فاستعد للبلاء. أنت إذا تعاملت مع الله بقواعد واضحة ترتاح وبتريح. ربنا عز وجل إما أن تأتيه طائعا أو أن يسوقك إليه بالسلاسل، سلاسل المصائب يعني. فإما أن تأتيه طوعا، مبادرة، رغبة، طمعا، شوقا، وإما أن يؤتى بك إليه على أثر مشكلة
على أثر مرض، على أثر ضائقة، على أثر ضغط. فوالله البطل الذي يأتيه طائعا قال أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين، لأن الله خلقنا ليسعدنا. هذا كلام قطعي، فإما أن تقبل أن تسعد باختيارك، وإما أن تساق إلى هذه السعادة بشكل أو بآخر. لذلك الآية الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يعني إذا في مرض نفسي إن أبديته أو إن أخفيته تحاسب عليه. كيف المحاسبة؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إن أقبلت عليه طواعية يغفر لك، وإن أدبرت عنه تؤتى إليه من خلال مضايقة فعندئذ يغفر لك أيضا، لكن على أثر عذاب لا على أثر إقبال. المغفرة إما أن تكون على أثر إقبال أو على أثر عذاب. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني الطبيب يقول لك إما استعمال دواء أو عملية. الآن الدواء مجدي، لكن بعد فترة لا بد من عمل جراحي، أنت مخير. فالإنسان يقبل بالدواء قبل أن يعالج بالجراحة. يعني إذا انطلقت من حبك لذاتك، إذا انطلقت من حرصك على سلامتك، إذا انطلقت من رغبتك في كمال وجودك، في بقاء وجودك، فأطع الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شوف نظر الناس الآن، يقول لك هذا فلان نياله، هنيئا له بالفصيح. يعني عنده أرض ارتفع سعرها 80 ضعف، قيم الناس المال، فمن حاز المال بحجم كبير وبجهد يسير الناس يرمقونه بأبصارهم. وإذا الإنسان اشترى بيت يعني فخم ومريح وبموقع ممتاز وزينوا تزيينات رائعة، أيضا الناس يهنئونه ويثنون على شطارته وعلى ذوقه. وإذا الإنسان تقلد منصب رفيع أيضا يهنئونه. وإذا أنجب أولاد يعني متفوقين في مقياس الدنيا يهنأ. هذه مقاييس البشر، لكن البطل هو الذي يبحث عن مقياس الله عز وجل. مقياس الله عز وجل شرحه الله في القرآن الكريم، قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني هل أنت مؤمن بهذا المقياس؟ مثل للتقريب، لو أن لك صديقا كان على مقعد الدراسة معك وعمل بعمل حر فأصبح يملك ألوف الألوف بل ألوف الملايين، وهو متفلت من أمر الله، وأنت مستقيم على أمر الله ولا تملك إلا قوت يومك، هل تشعر بأنك محروم أو بأن هذا الصديق تفوق عليك وفاز عليك؟ إن شعرت هذا فأنت لا تعيش هذه الآية. قد تفهمها ولكن لا تعيشها، قد تفهم معناها ولكن لا تعقلها. لا تعقلها، لا تعقل الآية إلا إذا عشتها. إذا شعرت، إذا المؤمن الحق يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. المؤمن الحق يقول ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني ولو كان طعامه خشنا ولباسه خشنا. هذا الإيمان. الإيمان أن تسعد بمعرفة الله، أن ترى أن الهدى هو كل شيء، وأن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن الله عز وجل إذا تجلى على قلب الإنسان نسي الدنيا وما فيها. ولا تنسى خطبة النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. سبحان الله، لا تستقيم لإنسان، يأتيه المال يفقد الطمأنينة، تأتيه الطمأنينة يفقد المال، يأتيه المال والطمأنينة يفقد الزوجة الصالحة، تأتيه الزوجة الصالحة يفقد الأولاد الأبرار، يأتيه أولاد أبرار ليس له دخل يكفيهم،
يأتيه دخل يكفيهم، أولاده أشرار، يعني كل شيء على ما يرام صحته معلولة. إن هذه الدنيا دار التواء، هيك النبي الكريم قال، لا دار استواء، لا تستوي، يعني محال أن تستقيم لك فيها الأمور كلها، ركبت على النقص رحمة بنا، لأنها لو تمت لكرهت لقاء الله عز وجل، لركنت إليها. لو جاءت الأمور كما تشتهي هذه أكبر مصيبة. يقول الله عز وجل: عبدي خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا. الدنيا تأتيك من كل جهة، فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مزموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني إذا الإنسان منحرف غارق في المعاصي وتأتيه الدنيا من كل جهة، هذه ليست نعمة ولكنها نعمة، ونعمة كانوا بها فاكهين. هذه ليست نعمة ولكنها نقمة. يقول ابن عطاء الله السكندري: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أحيانا بيمنعك، إذا منعك عن الدنيا تتجه إليه فتسعد بقربه، فيكون الخلاص بالحرمان من الدنيا، وقد تأتي الدنيا كما تريد فتكون حجابا بينك وبين رب العزة. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. يعني هذا أول باب خطر. يا فلان ما عاد إجا على الدرس، شو السبب؟ يعني زار أقرباءه، التقى بإحدى قريباته اللاتي لا ينبغي أن يراهن، من حديث لحديث تعلق بها، قام ليصلي فرأى في نفسه تكاسلا، شعر بالمخالفة والمعصية، استمرأ هذه العلاقة وتلك وذلك التكاسل حتى انقطع عن الله عز وجل. يعني حالات كثيرة جدا كثيرة جدا، سبب انقطاع الإنسان عن الله وعن مجالس العلم أحيانا أنه وقع في مخالفة متعلقة بالنساء، ولو على مستوى النظر أو مستوى الكلام أو مستوى يعني الحديث أو مستوى، حتى على هذا المستوى هذه معصية تقطع عن الله عز وجل. بشارة قالها النبي عليه الصلاة والسلام للنساء كافة أو للنساء المؤمنات، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، لأن رضاء الزوج ربع دين المرأة، إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فطاعة الزوج وإرضاؤه فيما لا يغضب الله عز وجل، هذا يكفي كي تدخل المرأة الجنة. يعني قلما تجد رجل راض عن زوجته كل الرضا. ولو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر طعامه أو غذاؤه، لكن طبعا الزوج المؤمن، لأن الزوج المؤمن يعرف حق المرأة أيضا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحديث الأول متفق عليه وهو أعلى درجة من الصحة، ما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. وهذا الحديث يعني كأنه ضوء أحمر خطر، اجعل هذا الحديث بالقلم الأحمر. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فالإنسان
بيستعين بغض البصر، بيستعين بترك الأماكن الموبوءة، بيستعين بترك رفقاء السوء، بترك الحفلات المختلطة، بترك أن تكون في مكان فيه امرأة لا تخشى الله عز وجل، بقطع العلاقة مع كل قريبة لها يعني تطاول من حيث الاختلاط على الرجال. هذا كله من أجل الحفاظ على الدين.